اريد انجح دور اول بس الامتحان صعب. يا معود انا حتى لو دور ثاني المهم انجح. ايه المهم تنجح لكن الافضل تنجح بامتياز. الحياة مدرسة تعلم الإنسان وامتحاناتها صعبة، البعض ينجح وبامتياز والبعض يفشل، وظل كل امتحان أصعب من اللي قبله لحتى تحصل على اللي تريده. فهل يا ترى أنت مستعد للامتحان؟ إن شاء الله. إن شاء الله مستعد للامتحان ويا أهل البيت وطريق أهل البيت إن شاء الله مستعدين مع الحسين مع البيت مستعدين إن شاء الله. شيء أكيد إذا واثق من نفسي طبعاً. هذه ورقة وأسألك سؤال اكتب بيها أكثر أمنية تتمناها تتحقق بحياتك. تجعلني من خصم آل محمد عليهم السلام. ما مدى معرفتك بالإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف؟ من جانبي مقصر، احنا للأسف لسنا بالمستوى المطلوب حتى نعرف مقام صاحب العصر والزمان عند الله سبحانه وتعالى. جدا قليل. في يوم عرفة طلبت من الإمام الحسين أن يرزقني بيت في على طريق الزائرين، فأختي صغيرة يقول أنا بالرؤية أتمشى مع والدتي، فوالدتي أنا ما كان عندي بيت فتقول لي هذا بيت أياد. قلت لها أياد ما عنده بيت. تقول دخلنا إلى البيت وجدنا وكأنه شرخامة مكتوب عليه هذا ما أهداه صاحب الزمان إلى اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغربة. لأنه أنت لازم تكون متيقن يقين تام أنه الإمام دائما وياك. من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. لماذا يعد ظهور الإمام مهما بالنسبة للمؤمنين؟ متيقن أنه أكو شيء تماما راح تخلص منه. المؤمن كأنما قابض على جمرة، فيتمنى أو ينتظر من يخلصه من المآسي، يخلصه من الظلم. صراحة الإنسان يكون ما يفكر بنفسه كمؤمن، بس مفروض المؤمن يشعر بشعور آخر أنه صاحب الزمان سينقذ البشرية. من يريد يظهر ينتظر شيعته وأوليائه هم يوصلون إلى المستوى المطلوب حتى يظهر. ماذا يريد الإمام من أجل ظهوره وخلاص البشرية؟ نحن مهيئون نفسياً، اجتماعياً، تربوياً، خلقياً. أنا أريد صاحب العصر أن يظهر وأني لا أصلي صلاة الصبح. يقولون أنه منتظر، ماذا ينتظر صاحب الزمان؟ التزام أنه صلاته صومه. صاحب الزمان شاف مؤمنين طيبين عدهم بناء صحيح فيظهر. إن الإنسان إذا مشى بالطريق الصحيح وشوية قلت الذنوب مالته هو راح يكون راضي لله سبحانه وتعالى وللأئمة ككل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المرضيين عند صاحب العصر والزمان. افتح لنا الورقة. النصيحة الأولى تعجيل فرج صاحب العصر والزمان. أتمنى بأن أصبح أستاذ من أساتذة القرآن الكريم ومن الخدام المخلصين. حج بيت الله الحرام. الوصول إلى أعلى مراتب التوفيق والرضا لله سبحانه وتعالى. والأمر الثالث أن يجعلنا من خدام الحسين عليه السلام. نصرة صاحب الزمان. كم تعتقد نسبة حبك للإمام من 100؟ مثلاً 50 قليل. المفروض أنا أحبه 100%، هذا الواجب يعني. 100% فوق 100. كل نقطة إيجابية بهذا الاستبيان هي أمل، وكل نقطة تقصير لابد أن تعالج، وهذا امتحان صعب ولازم ننجح به حتى نكون من أنصار الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. والآن كم أصبحت النسبة؟ 85 90% 75% 65. وهذه رسالة بها تعهد، إذا أنت قادر على هذا التعهد نضع رسالتك في شباك مقام الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. إلى إمام زماني أتعهد بقراءة دعاء العهد لمدة 40 يوما. إلى إمام زماني أتعهد بإطعام 10 فقراء. أتعهد بقراءة ختمة قرآنية. أتعهد بإطعام 10 فقراء نيابة عن الإمام المهدي. اللهم عرفني حجتك
فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. امتحانات الحياة كثيرة، وأهم وحدة، هل اتخذت لنفسك موقع عند الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف؟ لأن بهذا الامتحان تتحدد عاقبتك ومع من ستحشر. والسلام.